طال الطابور، ليس لأن الدخول مجانا، ولكن بحثا عن جديد الكتب وكنوزها مع بعض التخفيضات لتسكين ألم ارتفاع الأسعار. هو اليوم الأول لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في عامه 18. زي ما انت شايف كده الزحمة والناس والكتب، كم الكتب الرهيب ما بلاقيهوش في حتة كتير جدا، بيبقى موضوع الصراحة يستاهل طبعا. جيت عشان الولاد النهاردة ان هم يحبوا القراية وكده والاطلاع، لان ده اهم هدف عندي بصراحة، ان طلع جيل ان هو حابب ان هو يقرا. ولاول مرة خصص المعرض هذا العام جناحا لكتب الطفل، واخر لعرض الكتب المستعملة تحت عنوان سور الأزبكية، فيما تخطى عدد المشاركين 75 دار نشر من مصر ودول عربية. المعرض توقيته مهم جدا، لان احنا بنعمله في الصيف اثناء وجود المصيفين في الاسكندريه، بحيث ان احنا بنديهم الفرصه. واحنا بمجرد ما افتتحنا المعرض النهارده عدد كبير جدا من الناس دخلوا المعرض في اول يوم، واحنا المعرض في عدد كبير جدا من الناشرين العرب والمصريين. نحرص احنا طبعا في دوله الكويت ممثله بوزاره الاعلام قطاع الاعلام الخارجي على التواجد في الساحه الخاصه المصريه وفي المعارض الكتاب اللي تكون موجوده. حرصا منا على التواجد هنا بيكون مع الالتقاء مع الجمهور المصري، مع وسائل الإعلام المصرية لنشر الثقافة الكويتية. خلال 15 يوما يقدم المعرض 100 نشاط ثقافي، من بينها ندوات ومناقشات لكتب بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين. كتب قديمة بأسعار زهيدة أو جديدة بتخفيضات تصل إلى 50%، هكذا تأتي نسخة جديدة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برسالة مفادها رغم ارتفاع الأسعار لازال للقراءة مكان. مين حبيب، قناة الغد، الإسكندرية.